هذه النشرة برعاية ليبا براد، اسي مابلر. نشرة الأخبار من الكومبس، أهلا بكم. تحالف يمين الوسط المعارض يقدم خطته الجديدة لإيقاف زيادة الضرائب عند قيام اللجنة البرلمانية بالنظر في مشروع ميزانية الحكومة، وتريد أحزاب المعارضة إيقاف مساعي الحكومة في رفع ضريبة الطيران الجديدة وكذلك التعديلات القانونية فيما يخص الشركات، وأيضا ألا يتم رفع ضرائب الدولة بالشكل الذي كانت عليه في السنوات السابقة. وتخطط الحكومة تضمين مقترحاتها بخصوص رفع الضرائب في ميزانية الخريف المقبل. حزب الوسط السويدي يقترح تخصيص مبلغ 280 مليون كرونة للاستثمار في المناطق الفقيرة والأقل أمناً، وبيّنت زعيمة الحزب أنيلوف خلال كلمتها ضمن لقاء أسبوعي يارفا السياسي الذي تشارك فيه الكومبس ضرورة إيجاد المزيد من الوظائف وفرص العمل في تلك المناطق، وكذلك العمل على توفير المتطلبات الأمنية لها. الوزيرة أيضاً أكدت على ضرورة أن يشعر جميع أطياف المجتمع بالأمان وليس فقط من يسكن في المناطق الأكثر ثراءً، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الاستثمار في المدارس وقضايا الاندماج. وتناولت زعيمة الوسط في كلمتها التي ألقتها أمس مواضيع عدة، من بينها تعاون حزبها مع حزب رئيس الوزراء ستيفان لوفين الاشتراكي الديمقراطي، مشددة على التعاون في قضايا الهجرة والدفاع. الوزيرة رفضت الإجابة في الوقت الحالي على دعوة لوفين لها التعاون في تشكيل ائتلاف حكومي في حال الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. تقرير بحثي أجرته المدرسة العليا للدفاع أظهر أن أكثر من 70% من الأشخاص الذين سافروا من السويد بهدف الانضمام إلى مجموعات إرهابية ينتمون لإحدى المناطق التي صنفتها الشرطة في وقت سابق بأنها عرضة للخطر. التقرير بنى معلوماته على بيانات المخابرات السويدية حول الأشخاص الذين سافروا من السويد والتحقوا بمنظمات إرهابية. من جانبه أكد وزير الهجرة والعدل مورغان يوهانسون أن المجلس الوطني لمنع الجريمة هي الهيئة المناسبة لتحمل مسؤولية مهام الحد من الجريمة، حيث يدور حاليا جدل في الأوساط الحكومية السويدية ومؤسسات الدولة الأمنية حول الجهة المسؤولة عن مكافحة التطرف في البلاد. منظمة Human Rights Watch تسحب تقريراً لها تضمن ادعاء وفاة أفغاني في تفجير في أفغانستان، وذلك بعد أسبوع من ترحيله قسراً من السويد إثر رفض طلب لجوئه. وأقرت المنظمة هذه الخطوة بسبب وجود معلومات متضاربة حول ما إذا كان طالب اللجوء قتل في الانفجار. المنظمة أعلنت أيضا أمس أن مراهقا كان من بين 20 طالب لجوء رحلتهم السويد 30 مايو الماضي لقي حتفه في تفجير إرهابي في العاصمة الأفغانية كابول مطلع يونيو الجاري، وأشارت إلى أن الدول الأوروبية ترفض وبشكل متزايد طلبات لجوء الأفغان دون أن تنفي حاجتهم للحماية الأمنية، معتبرة أن كابول مدينة غير آمنة. يذكر أن العنف الذي شهدته مؤخرا العاصمة الأفغانية دفع الحكومة الألمانية إلى وقف مؤقت لعمليات ترحيل اللاجئين الأفغان المرفوضة طلباتهم، في حين لم يصدر أي موقف حكومي سويدي بهذا الخصوص. السجن مدة عام في جريمة اختلاس على عضو البرلمان السابق عن حزب سفاريا ديمقراطنا
أندروس فورسبيرغ. اتهم فورسبيرغ في فبراير الماضي باختلاس مبلغ وقدره 1,000,000 كرون نقدا خلال عمله كأمين صندوق لدى فرع حزبه في منطقة ستكارابورغ التي أصدرت محكمتها القرار هذا اليوم. واعترف النائب السابق بالسرقة معللا أنه احتاج المال لإنقاذ عمله التجاري، واضطر فورسبيرغ إلى الاستقالة من منصبه مطلع الشهر الجاري قبل فترة من بدء محاكمته بعد أن نزع عنه الحزب الثقة. 345,000 كرون تعويض من السلطات السويدية لرجل من سكان مدينة نور شوبينغ بسبب سجنه بتهمة ثبتت براءته منها لاحقا. وحكمت محكمة الاستئناف في المدينة ببراءة الرجل وأطلاق سراحه، وأمر النائب العام بدفع التعويض المادي. وكان قد صدر بحق الرجل البالغ من العمر 30 عاما حكما في يونيو الماضي بالسجن ولمدة 9 سنوات بجريمة قتل غير عمد. ووقعت الجريمة نهاية نوفمبر 2015 في مرآب للسيارات وسط نور شوبينغ جراء اشتباك بين مجموعة من الأشخاص، توفي على إثرها شخص فيما أصيب آخر بجروح خطيرة. انتهت النشرة، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية ليبا براد، اس سي موبلر.